بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم صلاح سلطان، مرحبا بكم في حلقة جديدة من شارك ليك. اليوم راح نتعلم كيف نصلح الألوان أو تعديلها في برنامج السبيد جريد. سبيد جريد هو برنامج جديد جدا طلع مع أدوبي سي اس 6، وأنا برضو نفسي زيكم يعني لسه بتعلم فيه، فلكن هي نفس المبادئ اللي في البرامج التانية زي اللي كانت أبل كولر ودافينشي والحاجة التانية يعني. طيب نبدأ بسم الله. أول حاجة كيف تتعامل مع سبيد جريد؟ سبيد جريد هو في يعني شوية مختلف عن البرامج التانية، إذا كنت جاي من بريمير أو جاي من أفتر إفكتس أو جاي من برامج تانية. هو طريقة الفايلات بتتعامل فيه بالديسكتوب. مع الديسكتوب هنا مش معناته ان الديسكتوب بتاع الكمبيوتر بتاعك، لا، الديسكتوب بتاع السبيد جريد نفسه. فانا حبيت اعمل ديسكتوب جديد هون. اول حاجة يمكن تظهر عندك هكذا اول ما تفتح البرنامج، فاعمل ديسكتوب جديد هون. الان انا دورت على الملف اللي عملنا له اكسبورت من بريمير برو. عملت له اكسبورت من بريمير برو وسميته شارك ليك بريمير تو سبيد جريد. هذا هو ال EDL. اذا ما كانش ظاهر عندك ممكن تشوف هذا الفلتر، مثلا تحط all files او الحاجات هذه اذا حبيت تشوف ال EDL ولا ال DPX، يعني ممكن تعملها filters. طيب إذا حبيت تحط هذا في التايم لاين فقط تدوس على البلس هذا أو تعمل له دراج، مثلا أدوس على البلس الآن، من بعد تحط حرف دي حتروح على الديسكتوب نتاعك، والآن تشوف الفيديو. الآن الفيديو طبعا هذا هو الفيديو، لكن إحنا مش شايفين الفيديوهات المحطوطة لأنه ما حطيناهاش في الديسكتوب. نرجع للديسكتوب مرة تانية، والآن نروح على مكان الفيديوهات اللي في شارك ليك. الآن أنا وجدت الفيديوهات، فقط لأنه هي المفروض تكون نفس الفيديوهات، إذا كان فيديوهات نفسها بأسامي مختلفة يمكن تعمل لك مشاكل. على العموم الآن نذهب إلى الريلز هكذا، وهذه هي الفيديوهات المستخدمة هنا. ممكن يعني أعمل لها دراج هكذا واحدة واحدة، لكن ممكن برضو تعمل لها لود فروم ديسكتوب. الديسكتوب نتاعي هنا معمول له لود، أنا شايفه هكذا، من بعد تحط لود فروم ديسكتوب. طلع لي warning، قال لي the frame rate of some of the new reels does not match the current. اوكي مش مشكلة، انه هذا فقط درس يعني، لكن اذا كان مثلا اذا كان شغل حقيقي المفروض يعني تتأكد من الفريم ريت، اذا كان هو فعلا 24 فريم ولا 23.97 من الارقام هذه يعني. عم نكمل، نروح على ندوس على حرف الدي حتى نروح على نطلع من الديسكتوب ونشوف هذا هو الريل انتاي. نعم، ممكن نحط بلاي. اوكي طيب الان نخش في الشغل نفسه. طبعا بحب اشتغل اذا شفتوا في الفيديو تاع الافتر افكتس او تاع دافينشي، المفروض نشتغل بالهيستوغرام هكذا حتى نشوف الرينج تاع الالوان او الاضواء. طيب هذه اول لقطة هنا هكذا، وهذه اللقطة الثانية والثالثة. طبعا انا بنظر الى المنظورين ها، اليمين والشمال، عفوا هذا هو هنا هكذا. اوكي الان نروح على اللوكس هكذا حتى نبدا التعديل. قبل ما نبدا، في عندك برايمري وفي عندك سكندري. البرايمري هو الالوان الاساسيه، التصليحات الاساسيه، ومن بعد السكندري اللي تيجي بعديها يعني تبني يعني فوقها.
شايف انا ال هون من اذا بنقرأ في الهيستجرام ها هنا شايف الالوان السوداء يعني هابطة كثير، والالوان البيضاء برضو الهايلايتس والشادوز يعني مش في مكانهم. فاول حاجة نروح على الاوفست هكذا، او مثلا نروح على الشادوز حتى اشتغل فقط في الاشياء الغامقة، وارفع الشادوز قليلا حتى تصل الى منطقة الصفر هكذا. نلاحظ انه فعلا الاضواء الشادوز الاضواء اللي في مكان الشادوز تعدلت. نروح على الهايلايت نروح على الهايلايتس نعم، و برضه نروح على الاوفست ونهبط الاضواء قليلا هكذا. نروح على الجين اللي هي الهايلايتس برضه. انا شايف هنا في الهيستوغرام وشايف في المنطقة هذه اصلا لان هي الاضاءة يعني اضاءة شوية عالية، فبتظهر معنا بالشكل هذا اللي هو هنا في الهيستوغرام. طيب برضه نشوف الميد تونز اللي هي الجاما بالزر هذا، ممكن تعمل ريسيت. نروح على الميد تونز، شوف الأوفست في الميد تونز، نفتح قليلا. اوكي طيب نقول هذا البرايمري اللي هو الاساسي او الاول، الان نعمل برايمري تاني بالزر هذا. بعد البرايمري الثاني مثلا نلعب بالكونتراست هكذا. طبعا اذا حطيت شيفت سلايدر راح تتحرك بطريقة اسرع. نعم الان عندنا الكونتراست بالطريقة هذه. نلاحظ من غير البرايمري والبرايمري. طبعا اذا تروح على التايم لاين الكليب اظن التايم لاين نعم، وتروح على السيت اب هكذا انيبل جريد، بتشوف بالجريد او من غير الجريد هكذا. طيب نرجع للجريد ونرجع لللوكس ونشوف الكونتراست. انا شايف الهايلايتس هنا شويه فاقعه حتى من الهيستوغرام نشوفها هنا، فنروح على الهايلايتس هكذا ونحاول نهبط في الهايلايتس حتى ما تعمل لناش مشاكل بعدها كده. طيب الآن نشوف من غير هكذا. اوكي يمكن نزيد في الكونتراست قليلا. ممتاز. الآن مثلا أزيد برايمري تاني وأحط عليه temperature، مثلا حبيت احطها مثلا تكون حارة يعني اكثر من هذه. لحظة اعملها 75% نعم. فهذا temperature بتوريك انه يعني الجو بارد هكذا او يكون الجو حار، ففقط اعملها حاجة معقولة يعني يمكن ازيد عليها كم من درجة مثلا زي 5 4 درجات. نشوف بالبرايمري من غير البرايمري يمكن من غيرها. فإذا حبيت تعملها ديليت فقط تروح على هذه الزر فيحصل لك ديليت. ممتاز. في لقطة زي يعني كيما هذه مثلا اللقطة ها هنا، حبيت أنسخ الألوان اللي عملت التصليحات اللي عملتها هنا على الكليب هذا، فقط أروح على الكليب هذا يكون معمل له هايلايت اوتوماتيكلي لما تكون في المنطقة هذه، واعمل هوفر فوق الكليب اللي انا عاوز انسخ منه واحط حرف سي، فالمفروض عفوا نعمل برايمري ثاني. اختار هذا يمكن انا عكست العملية. نعم
طيب مرة تانية أروح للنقطة هذه هكذا، اختارها وأذهب أعمل هوفر فوق المنطقة هذه هكذا وأدوس سي، والآن تصلح الألوان تقريبا نفس الحاجة. لكن يمكن مثلا حبيت أزيد الكونتراست في الكليب هذا، فقط أذهب إلى الكونتراست وأزيده أكثر هكذا. أوكي، يمكن شوية غامقة فأروح على الأوفرول هذه وأزيد في الأوفسيت حتى يمكن أزيد فقط في الجين هكذا. أرجع للأولى بما أني زدت الجين، أجل المنطقة هذه أظن هي مضاءة يعني جيدا. طيب أذهب إلى اللقطة المهمة اللي هي اللقطة هذه، أول حاجة نلاحظ أنه الشادوز غامقة كثير يعني، فنروح للشادوز نصلح في البرايمريز. طيب نروح على الأوفرول هكذا ونرفع الهايلايت قليلا حتى نضبط هذه، ننزل هكذا. اوكي، يمكن الميد تونز نضبطها قليلا ونرفع الشادوز ايضا هكذا. طيب نروح على الشادوز، نرفع الشادوز اكثر لانها ما زالت غامقة. نحن سوف نزيد في الكونتراست بعدين الهايلايتس، لانه هنا الهايلايتس فاقعة جدا، فننزل من الهايلايتس قليلا هكذا، يمكن ننزل من الميد تونز ايضا قليلا يعني هكذا. فالان نعمل الكونتراست اللي هي بديلة عن الاس كيرف، او مش بديلة، ممكن تعمل ممكن نعمل هذه بالبرايمري تاني يعني، نروح على البرايمري واحد تاني من بعد نزيد في الكونتراست هكذا حتى تدب فيها الحياة. بعدين نروح للشادوز ونرفع الشادوز لأنه احنا زدنا برضو هنا الشادوز، حتى ممكن نروح على الأوفسيت وارفع كل حاجة مع بعض، الهايلايتس الميد تونز والشادوز ارفعهم هكذا. اوكي، نروح لأول لقطة نشوف كيف شكلها في أول. نعم اوكي، الآن نشوف بالجريد ومن غير جريد، هذا كانت من غير جريد وهذا بالجريد، ظاهر فقط حبينا نزيد فيها الكونتراست قليلا. كونتراست هنا نعم، مشكلة لما أزيد الكونتراست برضو الشادوز تزيد، قاعدة تزيد معايا، مش فقط الشادوز، الشادوز والهايلايت. نروح للميد تون، ميد تونز، وارفع الميد تونز قليلا. يعني هذه اللقطة أصلا أنا يعني ما ضبطتش الكاميرا 100% قبل ما أصور اللقطة هذه. اوكي، نقول مثلا على فكرة السما راح تتغير والحاجات كثير راح تتصلح هنا، على العموم يعني نقول هذا هو المنظر انتاحها. بنروح للجريد مرة تانية. على فكرة إذا أنا شغال على اللابتوب، إذا عندك الكيبورد أظن إذا بتدوس صفر رقم صفر يغنيك عن هذا، تشوف بالجريد ومن غير جريد. طيب نروح على اللوكس مرة تانية ونروح على لقطة تانية، مثلا اللقطة هذه بتاع البطة. طيب اوكي، عندك هنا اللوكس اللي هي اذا استخدمت ماجيك بوليتس من قبل ممكن تستخدمها هنا، يعني اذا استخدمت ماجيك بوليتس من قبل هي نفس الحاجة. اول حاجة برضو تشوف الهيستوغرام ها هنا، طبعا هنا الكاميرا انا ضبطت لما كنت اصور ضبطت الكاميرا يعني بطريقة جيدة فيسهل التعامل معها. مثلا هون الهيستوغرام، اول ما ابدا بالاوفرول اصلح الاوفرول اللي هي برايمري كولرز، اللي هي ارفع البلاكس واهبط الهايلايتس
احطها في مكانها هكذا، يمكن ارفع الميد تونز قليلا. اوكي، الان اروح برايمري تاني هكذا، والان هايلايتس بحاجة انها، مثلا الشادوز بحاجة انها ترتفع قليلا هكذا، والهايلايتس كمان. ممكن نزيد لها حتى كونتراست. اوكي، في الحالة هذه نرجع إلى الـ overall اللي هي تحت هنا، نحط reset مرة تانية. نلاحظ انه الاولى معمولها contrast هكذا، فنشيل الاولى مرة تانية، نرجع للـ primary. احنا لعبنا في الشادوز، لا نروح على الـ overall مرة تانية، ارفع الـ هكذا، واروح ارفع الشادوز اللي هي من الاوفرول، وارجع للهايلايتس واهبط الهايلايتس قليلا، ميد تونز كمان. هي طريقة يعني اخذ وعطاء، ف مثلا بلاكس اهبطها قليلا هكذا. اوكي، بنقول هذا المنظر اوكي، بعدين نزيد الكونتراست اللي احنا عملناه قبل شوية. برايمري نشيل هذا، نعمل ريسيت، عملنا في الهايلايت ايضا، نشيل ريسيت ريسيت، طبعا ممكن تعمل ريسيت كلش منها من المنطقة هذه. بعدين نرجع للكونتراست من الاوفرول ونعملها كونتراست هكذا. اوكي، فقط الشادوز ارفعها قليلا. لماذا ارفع الشادوز؟ لانه الشادوز هي الاشياء الغامقة، مثلا الاشياء الغامقة اللي في المناطق الغامقة، اذا كان الشادوز غامق مثلا المعلومات هنا راح تختفي، مش راح تشوف حاجات كثيرة في الشادوز. فانت على حسب، يعني على حسب المنظر، ممكن ترفع الشادوز قليلا، تخلي اللون الاسود حقيقي لون اسود، ولكن ما ترفعوش عن اللي هو رقم الصفر هنا 95، لأنه هو بيشتغل بالعشرة بت، مش من بالإيت بت. طبعا إذا كنت شغال في 32 بت والحاجات هذه، الأرقام كلها راح تتغير في الهيستوغرام. طيب، نقول مثلا الشارز بحاجة تتغمق أكثر من هذه هكذا. طيب، نقول حبينا نسخ الجريد من المنطقة هذه إلى من المنطقة هذه إلى المنطقة هذه، نفس الحاجة، ناخد نحط نختار المنطقة هذه، الكليب هذا، ونروح فوق الكليب هذا ونعمل حرف سي، فانتقل المعلومات من المنطقة هذه إلى المنطقة هذه. ولاحظ إنه يمكن بحاجة إلى شغل أكثر، مثلا نغمق هذه هكذا، ونروح على الهايلايتس، نرفع الهايلايت مرة تانية. والله يا بابا يا بابا يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، لا يخفى على أحد ما يتعرض له أهلنا في الشام المباركة من جرائم ومجازر على يد النظام السوري السفاح، وقد أمرنا بنصرة المظلومين. يقول الله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر. إن نصرة إخوتنا في الشام تكون من خلال تبني قضيتهم ومناصرتهم إعلاميا، وتقديم الدعم المادي وجمع المال من الأهل والأصحاب وزملاء العمل، وإرسالها إلى الجهات الموثوقة المهتمة بالشأن السوري. واعلموا إخوتي أنه لا خير فينا إذا فسدت الشام، كما أخبرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهبوا إلى نصرة الشام وأهل الشام، وجزاكم الله خيرا. لأن أنا شغال في البرايمري الثاني هايلايت. طيب، حبيت أرفع ضايع، مش مؤثر عليها كثير. نروح هنا،
اشتغل على الكل شيء. نعم، افتح الهايلايتس هكذا، والميد تونز ايضا افتحها هكذا، واغمق البلاكس. اوكي، نشوف من غير الجريد. نعم، فرق كبير. الان حبيت ازيد في الكونتراست، اعمل برايمري تاني، راح الكونتراست وازيد في الكونتراست هكذا. بما اني زدت في الكونتراست، ممكن افتح الالوان الاضاءه قليلا هكذا. اوكي، وازيد في الكونتراست قليلا اكثر. طيب، انا عجبني الجريد هذا اكثر من الجريد هذا مثلا يعني، فحبيت انسخ المعلومات منها هنا، الالوان، تصليح الالوان من المنطقه هذه الى المنطقه هذه. فاختار المنطقه هذه، اروح المنطقه هذه، اعمل هوفر فوقيها واحط سي هكذا. طيب، هنا ما كانش فيه اضاءه شمس كثيره، حتى انا شايف مناطق حاره هنا. ممكن اروح على الهايلايتس هكذا وهبط الاضاءه. نعم، شايفين انه الفرق الان الاضاءه هبطت قليلا، فصلحنا ال يسموها الهوت سبوتس هذه. نرجع للكليب هذا، نفس العمليه، نروح على الهايلايتس. الان شايفين الاضاءه هنا معملها كليبينج، اللي هي مش المعلومات اللي هنا يعني مخفية بالإضاءة الكبيرة. وهذا أصلا لو بعتها على يعني محطة التلفزيون، راح يرفضوا لك، راح يعملوا لك ريجكشن، أو راح يرفضوا لك الباكج. فناخذ الهايلايتس ونهبطها، حتى يمكن راح نهبط الميد تونز كمان. هو على حسب يعني الكليب اللي عندك، كل كليب يختلف عن الكليب الثاني، او كل مشروع يختلف عن المشروع الثاني. ف يمكن العمليه اللي انا بعملها الان تكون تختلف كثير عن عن كليب ثاني مثلا. طيب، ظاهر اني هذا البرايمري راح نشيله، نحط برايمري ثاني. يمكن هي صح، فالإضاءة أصلا كانت يعني مش مضبوطة من المنطقة هذه، فأرجع الإضاءة هون مرة تانية، أعمل نفس العملية سي هكذا. لا، عفوا، أوكي. طيب، نروح المنطقة هذه هكذا وننسخ الجريد، نرجع مكانه. و اوكي، ظاهر المنطقة الحارة في المنطقة هذه برايمري الثاني، فهبط الهايلايتس هكذا. الان ضبطت معنا، فانت شايف الهايلايتس هبطت كثيرا. الان نقول مثلا حبينا نعمل نختار المناطق الخضراء فقط ونحولها الى اكثر خضارة مثلا يعني. في الحالة هذه نروح على كليب تاني مثلا. في الكليب هذا خلينا نضبط الكليب هذا أول، primary تاعه، نروح على overall، نرفع blacks، أو مثلا نروح على shadows، نرفع shadows هكذا. ومن بعد highlights نضبطها في مكانها، highlights هذا هكذا. اوكي، الان الكليب معمول له يعني نيوترال. اوكي، من بعد نروح على برايمري تاني، هنا نعمل الكونتراست. ممكن نزيد في الاضاءه من الميد تونز. نعم، اذا الان شفنا قبل وبعد هكذا كانت، والان الإضاءة هكذا. طيب، نروح على المنطقة هذه،
نقول حبينا نزيد خضار أكثر في المناطق هذه. في الحالة هذه تذهب إلى اللوكس مرة تانية وتذهب إلى secondary colors. بعد حبيت نختار مثلا اللون الأخضر، في أزرارها هنا إذا تعملها مثلا هذا الآن اختار لك اللون الأخضر هنا gray out، معناته وريني الألوان اللي أنت اخترت لي إياها. مثلا الآن اختار لي المناطق هذه، فمثلا هنا الهيو ممكن تختار الهيو، تتحكم بالمناطق المختارة، وهذه هي اللايتنس الإضاءة، تختار يعني أهم حاجة اللي هي تحاول تعزل هذه الساتوريشن، طبعا قللي من الساتوريشن تاع الخضار، احنا قاعدين نتكلم على سيلكشن اصلا، فقللي يعني اختار لي فقط الالوان الخضراء المعينه اللي انا نقول لك اختار لي اياها. مثلا اختار لي الاشياء هذه ها هنا، يمكن بحاجه انه هكذا. اوكي طيب، نقول هذا هو الالوان اللي اختار لي اياها، اختار لي الالوان الخضراء هنا. المشكلة انه اختار لي حاجات تانية هنا، الحاجات هذه فيها شوية خضار. اذا حطيناها هنا على الوايت مثلا، شايفين انه اختار لي اشياء كثيرة يعني. طيب نروح على الوايت بلاك اللي هي زي عاملة زي الالفا، ومن هنا نختار الأخضر الثاني. مثلا إذا الحاجات هذه منفعتش معك، نحط لها ريسيت، نروح على النون. ممكن نعم أوكي، ممكن تختار الآي دروبر، هذه الآي دروبر، تاخذ الآي دروبر وتختار نوع من انواع الخضار. الان اذا نرجع على الوايت بلاك نلاقي انه فعلا اختار لي مناطق محدده. خليني اشي ازيد في الهيو لاني حبيت شويه لا طيب اللايتنس. اوكي خلينا في الساتوريشن. اوكي يعني افضل من اللي كان قبله. طيب الان حتى تختار لي فقط المنطقة هذه، فقط الخضار، مش عاوزين المنطقة هذه، ممكن في حاجة تانية بيسموها الماسكس. نروح على الماسك هنا ونعمل ماسك. مثلا نختار الماسك هذا، طبعا هذه للتحريك، قصدي للتكبير والتصغير، فاحنا حبينا نكبره بالطريقة هذه هكذا، نكبر بالطريقة هذه هكذا، وفي النص هذه هي تتحرك هكذا. اوكي فقط اختار لي المناطق هذه. ممتاز. الان خلينا نعمل فيذر اللي هي في المنطقة، المفروض تكون في المنطقة هذه شير. بصراحة أنا ما تعودتش على هذه هي. نعم ظاهر أنها بطيئة في العملية هكذا، يعني نقلل هكذا ونحرك إلى الأسفل قليلا هكذا. الآن هو عمل لي الماسك، ظاهر أنه يمكن عمل لي بحاجة نعمل له invert. نروح على black and white مرة تانية، نروح على الماسك هكذا، و اللي هي أخي الحبيب، أتريد أن تحيا في ذمة الله؟ أتريد أن تكون نشيطا طيب النفس في يومك؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنك إذا قمت فصليت الفجر تصبح نشيطا طيب النفس، وإذا ركبت تصبح خبيث النفس كسلان، فلا يطلبك الله من ذمته بشيء. لا تدري متى يحضرك الموت، ربما يأتيك من يومك من غدك
وأنت لم تصلي الفجر، فماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ عفوا، توقف التسجيل واضطريت، حصل لي حاجة غلط في البرنامج، يعني اضطريت انه اعيده من اول مرة تانية. اعمل جريد سريع هكذا، احط برايمري تاني، اعمل له كونتراست. هكذا. بعدين نحط سكندري هكذا، واختار الالوان الخضراء هكذا، واحطها فوق الالوان السوداء هكذا، حتى اشوف يعني ماذا قاعدين نختار. انا قاعد اتفرج فوق، اهم حاجه، لان الاشياء الثانيه راح اعمل لها ماسك على اي حال يعني، ف مش ضروري. اهم حاجه الفيذر كمان يكون بطريقه جيده. طيب نقول هذا جيد، نذهب الى الماسك قبلش، يعني احنا معنا ماسك هكذا، والماسك هنا راح ياثر على اللي هي يعني اين سوف نستعمل الالوان، لانه ما حبيناش الالوان تظهر في المناطق، تصليح الالوان يظهر في المناطق هذه. فنرجع الى الجراي اوت، نحطها على النون، ونحط الماسك اللي هو احنا حبينا نعمل ماسك لل، خلينا نشوف في المنطقة هذه والحاجة. بعدين نروح احنا في السكندري رايت ناو صح، فنروح فقط على ال، نزيد حاجة نحط هنا انه مثلا غيرنا الالوان هكذا، ونلاحظ انه غيرنا في المناطق هذيك فقط. المناطق هذه لازم نضبطها بالماسك طبعا، نرفع هذا قليلا هكذا، نعم، ونحط ماسك يعني نعمل فيذر قليلا هكذا الفوق حتى نضبط فيها العملية. طيب نرجع لللوكس ونعمل ريسيت للمنطقة هذه. أنا الآن حبيت أعمل اللي هي ساتوريشن، في إنبوت ساتوريشن، في فاينل ساتوريشن. جرب الفاينل ساتوريشن. أول حاجة نحط حاجة كثيرة هكذا حتى تظهر لنا، وبعدين نخففها قليلا هكذا، نعم. يعني الشاهد من العملية هذه إنه نقول لكم إذا حبيتوا تختاروا فقط منطقة من المناطق حبيتوا تغيروا فيها، ممكن تغيروا فيها كما هذه. الآن إذا شلنا السكندري، نلاحظ إنه الخضار فعلا في مختلف. حتى لو لعبت الفيديو، إذا الشجر بيتحرك الخضار راح يتحرك معاه يعني. هذا الحاجة الحلوة اللي في العملية هذه. الآن خليني أقول لكم بعض الحاجات اللي في سبيد جريد، لأنه هو مش زي البرامج الثانية، فأظن من الصعب إنك تتعامل معها. مثلا في إذا حبيت تعمل ديليت للتايم لاين كله، ممكن تختار النقطة هذه وتعمل الإكس هذا. اذا عملت له يعني اذا دست عليه التايم لاين كله راح يختفي. حاجه تانية، اذا حبيت تعمل ديليت لواحده من الكليبات، فقط شفت العلامه هذه، فقط تاخذها هذا الى الفوق وتاخذها حتى تحصل لها اكس هكذا في المنطقه هذه، وبعدين تسيبها هي راح تختفي. نحط اندو. في برضو ممكن تعمل تريم، مثلا الكليب هذا طويل، ممكن تعمل تريم هكذا وترجعه، لكن هذه عملية غير مستحسنة، لانه انت جاك الكليب هذا والإيديت خلص، فلما الإيديت خلص المفروض ما يعني ما تلمسش الإيديت، خليه زي ما هو. طيب الحاجة الثانية، لان حصل لي كراش، البرامج الجديدة المفروض تكون حذر منها، لانه هذا فعلا يعني الاصدار الاول فيرجن 1، ويمكن يكون فيها يعني كثير من البجز والحاجات هذه. كنا نقول الحاجات اللي المفروض تعرفها، مثلا الان والاوت، مثلا اذا تعمل دبل كليك على اي كليب هنا يحصل لك ان او اوت. اذا حبيت تزيد في الان الاوت فقط يعني تحرك هذه، لما تلعب راح يطلع لك لوب في المنطقة هذه. حاجة ممكن تعمل الحركة هذه من المنطقة هذه، مثلا رحتها هنا في
في التايم لاين وحبيت تعمل ان فقط تعمل ان ها هنا وحبيت اعمل الاوت نحط الاوت في المنطقة هذه. حاجة تانية مثلا مثلا حبيت اعمل الاصدار هذا على اساس انه زي تاع السينما منظور السينما او اي منظور تاني فقط البلاي باك هي المفروض ما تكون هذا ما غيرناهاش من الاول عشان هكذا كان في حاجات غريبه كنت اشوف في هذا هذه المفروض تكون 24 فريم او على اي حسب الفريمات اللي انت عاملها. هذه بتعمل لك لوب في الفيديو, هذه معناها بتعمل لك البينج بونج رايحه جايه, وهذه فقط تلعب لك مره واحده تحطها لوب. الطريقه السينمائيه تروح على اللي هي ال السيت اب ها هنا في التايم لاين, تروح على السيت اب, تروح على بان اند سكان ترفعها حتى تعمل تايم لاين جديد ها هنا في المنطقه هذه. طبعا ممكن تحط في البريسيت اظن تروح على الفي لا احنا في البان اند سكان ونروح على نختار الفيديو التايم لاين اللي احنا حطيناه ونروح على البان سكان ها هنا, تروح على الكاستم بريسيت, تروح على حاجه اسمها سينماتيك. في عندك حاجات كثيره ممكن تختار, مثلا نختار سينماتيك سكوب, نختار هذا مثلا. هذا اعطانا يعني منظور سينمائي, وممكن تحرك ممكن تحرك الكليب تحط انت اين حبيت. اذا شوف لاحظ انه تحرك لي يمين وشمال, هذه ما حبيتهاش مثلا الحركه هذه, فقط تروح على المنطقه هذه وتقول له فقط اعمل لي اياها الاوفست, اعمل لي اياها في الواي اكسس فقط. سكيل روتيشن سيب المحديوم. الان مهما احرك يمين شمال راح يطلع لي فوق وتحت هكذا. طيب على فكره بان وسكان معناها تحريك لليمين والشمال, وهذه ممكن تعمل حتى كي فريمز. يعني مثلا تروح لل انا حركت الكي فريم هذا حطيته في المنطقه الصفر, المفروض انت تعرف عن الكي فريمز يعني. حط الكي فريم هذا نحطه في اول الكليب ها هنا هكذا. مثلا في اخر الكليب يعني حبيت اعمل السكان او البان هكذا, فاعمل كي فريم تاني واحرك احرك هذه الفوق هكذا. وفي اول الفيلم بعمل له ها هنا. المشكله انه في الكي فريم هذه الان نلاحظ انها يعني مشت كانها ضربه واحده, مش ما فيهاش اللي هي لينير انيميشن. فقط تروح على الكي فريم هذاك وتعمل كي فريم تاني نفسه هكذا, فلما يحصل لك خط هكذا معناته انه راح يحصل لك لينير انيميشن هكذا تكون نازله هكذا. طيب الان امحي البان سكان لاني مش بحاجه لي, فقط اعمل خليني اعمل الاندوز حتى اشيل البان سكان شلته. طيب حاجه ثانيه طبعا حتى تروح على السيتنج تحط حرف الاس هكذا تطلع لك السيتنجز, وهذه ممكن تشوف السيتنجز هذه كلها, وبيعمل لك اللي هي اوتو سيف كل 5 ثواني والله اعلم 5 سكندز كل 5 ثواني, و يعني بيعملها بطريقه جميله جدا على اساس ما تاثرش على شغلك او على الميموري تاعك. نحط دي مره ثانيه حتى نرجع لل هذا للديسكتوب. طيب اظني هذه هي المعلومات اللي احنا يعني اللي ممكن تبدا فيها يعني, وهي فقط نظره مش يعني تعليم كامل او كورس كامل عن السبيد جريد. طبعا انا قلت لكم انا برضو لسه بتعلم, لكن في الحاجات الاساسيه اللي تعلمتها بالبرامج الثانيه فقط قاعد اطبقها في البرنامج هذا. المشكله الوحيده اني اعرف اين الازرار حتى أطبق العمليات اللي أنا تعلمتها من قبل. والآن إلى المرحلة الأخيرة من درسنا اليوم واللي هي الإصدار. طبعا إذا خلصت الشغل بتذهب إلى الأوتبوت في الخانة هنا, ومن بعد تختار المكان من هنا فقط تختار هكذا وتروح على الدرايف نتاعك, ومن هنا تختار إذا كان على الديسكتوب ولا حاجة. أنا راح أختار الديسكتوب هنا,
ومن بعد تحط اسم للملف هون مثلا graded shots مثلا يعني. بعد احنا نختار 10 bit كفاية للدرس هذا. اصلا هي التصوير كان اصلا على 8 bit مش 10، لكن مش مشكلة. بعد هذا هو الترايل الاوفلاين كواليتي هنا. بعد تحط ريندر، تدوس على ريندر من هناك يبدأ لك الريندر. راح احط ستوب لان اصلا ما حبيتش اعمل ريندر، لكن لما تخلص الريندر يكون الملف تاعك موجود في المنطقة اللي انت عملت فيها سيف او اكسبورت، ومن هناك تبعتها لاصحاب الشغل. لمشاهدة بقية الدروس تذهب الى 3dregion.com، وهناك ممكن تلاقي الدروس مفصلة على حسب نوعيتها. للتفاعل للأسئلة والمشاركات تذهب الى facebook.com/saltimedia. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.